هذه منطقة أوريغا، يعني في عمق منطقة أوريغا، هذه قرية للأمازيغ. كانت بيوتهم القديمة، يعني هناك بقايا لبيوت قديمة مهجورة طينية، ومعظم البيوت صار لها تجديد، ولكن بعدهم ساكنين هنا في هذه المناطق. شلالات موجودة، والوادي هابط مثل ما يقال، ودرجة الحرارة 12 درجة مئوية. أحمد، yeah. Mashallah, it's 12 degrees here, and we can see the locals going up the hill without any problem. Mashallah, very strong. Very strong old women. Old women, they're going up without any issue, mashallah. Mashallah alayhim. Mal hiking هذا؟ No, it's a hiking. These are locals. يا جماعة الخير، نحن ما في البوسنة ولا في كشمير ولا في سويسرا، نحن في سيتي فاطمة أوريغا في المغرب. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه إحدى شلالات سيتي فاطمة، يقال على أنه في 7 شلالات في سيتي فاطمة. ما سر الرقم 7 في المغرب؟ الله أعلم. هذه المخاضة التقليدية، مخاضة اللبن حتى يطلع منها السمن، كأنها شاة مشقوعة فوق تحت. سبحان الله. الطاجين في كل مكان، لكن هذا ما حد يطبخ فيه. كل شيء برد على الطبيعة، الفواكه والعصائر والمشروبات الغازية والماء، الجو بارد. مرحبا بك. مرحبا، أهلا بك. يا سلام يا سلام، جنة من جنان الله في الأرض. وإيش رأيك أحمد في الله؟ والله ما شاء الله على الجمال، كل منطقة نروح أجمل من ثاني. إبراهيمو، إبداع الخالق، قل انظروا ما في السماوات والأرض، دعوة للتفكر. الحمد لله رب العالمين. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي فيها. نحن في أوريغا، وهنا يصنعوا الأملو، يعني كأنه نفس عجين النيوتيلا أو زبدة الفول السوداني، يطحنوا اللوز بالطريقة التقليدية بالرحة. لوز طبيعي بالأرقام العسل. هذه تسميها الرحة ولا الطحانة؟ لا، الرحة. الرحة نفس الطريق، نفس المسمى عندنا، يعني سابقا البر في جزء انواع يطحن الطحين بالقمح. نعم نعم، بالقمح. سابقا كنا نستخدم القمح، يعني حتى تملا، ما في اسهل حتى تملا. هذه كم يحتاج لك كميه؟ كم كيلو؟ شحال من كمية لوز؟ كمية لوز حتى تملأ هذا الصندوق؟ تقريبا 10 كيلو. 10 كيلو. وهذا مخلوط معه؟ هذا من بعد تنخلطه تنزيد له الأرقان والعسل. أرقان الأكل والعسل طبيعي. يخلط معه زيت أرقان القابل للأكل. القابل للأكل. في الأرقان ومع فيه العسل، حيث الأرقان فيه جوج الأنواع، في ديال التجميل وفي ديال الأكل. نعم. هذا الفرق بيناتهم أنه ديال هذا هو الأرقان. عرفتوا الطريقة ديالو؟ هذه بذور الأرقان. هذه بذور الأرقان من البداية. هذه ثمرة الأرقان، صح؟ ثمرة الأرقان في الشجرة. في الشجرة تشبه الزيتون. من بعد تكون صفرة. تشبه الزيتون. ومن بعد تجنيوها. النساء البربريات في الهوادي كيجنيوها، كيخليوها تتيبس.
اللي بحال هذه نعم. الحبه هذه بعدين كتتم التقشير ديالها بجميع المراحل تتم يدويا نعم. يعني هذه الحبه هذه من بعد كتكسر تحيدوا من هذه الحبه هذه البذره الداخليه هذه الحبه هذه هي الباز ديال الارجال هذه الى بيتي ديال الاكل هذه تيتم التحميص ديالها التحميص تطحن فرحها تتولي بحال هذه العجينه يعني تخيل انك تصنع لتر واحد كم كيلو يحتاج 2 كيلو ونصف لللتر لللتر معقوله معقوله 2 كيلو ونصف هذه كتكون عجينه من بعد تيحطوها في واحد الاناء نعم كيحركوها باليد مده ساعتين يزيدوا لها واحد شويه ديال الماء دافي وشويه ديال الملحه ملح باش يتسيبر هذه العجينه كتحيد هذه العجينه عزل العجينه من الزيت الارغان هذه ديال الاكل كيف طريقه العزل العزل يعني تحركها باليد مده ساعتين تتعزل تفصل الزيت من الزيت من العجين نعم من العجينه كيحيدوا هذه العجينه كيعصروها مزيان كيحيدوها كتبقى زيت الارغان للاكل وديال التجميل وهذه العجينه كيف تستفيد منها هذه تستفيد منها كيتصابوا منها صابون الاسود ديال الحمام صابون مغربي ديال الحمام يصبوا منها انت يحطوها للعلف كعلف للحيوانات الابقار نعم الابقار وكيف تستخرج زيت التجميل زيت التجميل هذه بدون تحميص بدون تحميص ايوا وهذه الا بيتي اطرو ديال التجميل خاصك دوبل يعني مضاعفة هذيك 2 كيلو ونصف تقريبا 4 كيلو ونصف باش تخرج إطرو حيت هذه ما كتحمص نعم يعني خضرة تكون صعيب باش تخرج منها الزيت يعني المحمصة تطلع لك زيت بسهولة المحمصة تطلع لك الزيت بسهولة اللي غير محمصة خاصك كمية كثيرة باش تخرج لك واحد إطرو تقريبا هذه هي زيت الأرجان التجميل والارغان بالمعروف راه كاين غير في المغرب وجوج مناطق يعني في الاكادير والصويره في منطقه العالم هذه اوريكا هذه اوريكا احنا من الصويره احنا انت من الصويره من الصويره عندنا طيعونيه كبيره كاينه في الصويره الارغان الارغان ديال الاكل تستعمل في الطبخ المغربي الارغان الاكل تستعمل في الطبخ المغربي الطاجين الكسكس السلطات وتيخلط تنخلطوه بالارغان بالبلوز يعني كيعطيك واحد يعني بحال هكا هو نفس طريقة تجربة الحلوى العمانية تدخل المحل يبيع فيه الحلوى يعرض لك مختلف أنواع الحلوى وتجرب اللي يعجبك هذا لوز بالعسل هذا هو اللي طحنوه اللي طحنوه بالعسل طبيعي والأرغان نعم هذه زيت الأرغان ديال الأكل للأكل وهذه فول سوداني بالعسل والأرغان يا سلام وهذا العسل طبيعي يعني العسل في الأنواع في ديال لكن هذا عسل طبيعي تربية تربية ولا جبلي جبلي ده جبلي من منطقة ديال الصويرة ما شاء الله عسل حر يعني على حسب كلام هذا غني بالفيتامينات يعني مزيان من بحال البروتين الحاضرة بندوق هذا عجين اللوز مع زيت الأرغان القابل للأكل والعسل بسم الله تذوقوا معي بسم الله يا سبحان الله هو فطور مغربي فطور مغربي مع الشاي مع براد ديال اتاي شاي مغربي يمكن نجرب العسل عسل فيه انواع هذا ديال الاعشاب كل ديال الخروب كاين ديال الزعتر كاين الناموس وهذا فول سوداني مع العسل بالعسل والارغان يعني لونه ما مختلف كثير عن اللوز عادة يكون مور براوني هذا بعد التحميص يعني تتحمص حتى تطحن يا سلام الكريمات ديال زيت مصنوعين من زيت الأرغان هذه بحال الأكزيما اللي عنده الأكزيما هذه تتصلح ليها
حيت العرقان فيه جميع الفيتامينات، فيه اللحمه الدهنيه، فيه عدد ديال البسورياسيس. واش هو البسورياسيس؟ يعني المنقاش بالعربيه، يعني بحال الدوالي. نعم دوالي. دوالي ان لي ريد، يعني التجاعيد، يعني بالنسبه ل نعم التجميل. التجميل كاين ديال ترطيب البشره بالحامض، الارقان والحامض. كاين ديال المقشرات ديال التين الشوكي للتجميل. كاين لي ماسك، يعني القناع ديال التين الشوكي. كاين لي صابون، صابون الاسود، يعني صابون الحمام بالاكاليبتوس. المهم كلهم بالارقان، يعني الارقان داخل في داخل جميع في يعني جميع المنتجات. المنتجات ديالنا مصنوعين من الارقان، وهذه صابون مصنوع من الارقان. كثيرات